سمح من رايحين لغة فرنسية سنة أولى إعدادي نستأنف مع الصفحة رقم 136 قبل الاستئناف مع النص الذي رأيناه في المسابق نستأنف مع ما يلي نقول مثلا أن إي بيير سون دو فوجيمو إل سو رسومبل بوكو ميم طاي ميم كوربيلونس مي أن أ لي شوفو بلون مي أن أ لي شوفو بلون ألوغ كو بيير أ لي شوفو شاتان أن إي بيير سون دو فوجيمو يعني أنهما توأم لكنهما غير متشابهين كثيرا يعني يمكن التمييز بينهما هنا طبعا نتكلم عن فوجيمو إذا نتكلم عن توأم نتكلم عن شخصين أو طفلين مثلا أنهما لا يتشابهان كثيرا إذا نتكلم هنا عن شخصين أنهما يمكن التمييز بينهما إل سوغسون بالبوكو يعني أنهما يتشابهان كثيرا ميم طاي نفس القامة ميم كوربيلونس نفس البدانة نتكلم على كوربيلونس يعني البدانة مي أن ولكن أن ألي شوفو بلون مي أن ألي شوفو بلون ولكن أن عندها شعر أشقر ألوغ كو بيير ألي شوفو شاتان في حين أن بيير عنده شعر كما نقول يميل إلى البني يميل إلى البني نتكلم عن فاكهة تسمى لا شاتين إذا نتكلم عن لوفخوي دي شاتيني إذا نتكلم عن فاكهة شجرة تسمى شاتيني كما نرى هد الفاكهة تسمى لا شاتين إذا يسمى الكاستيناء طبعا اللون الذي تأخذه هذه الفاكهة هو الذي نستعمله هنا إذا عندما نقول لي شوفو شاتان إذا كما نقول شعر كاستينائي كما نقول شعر كاستينائي إذا كما قلنا الآن أن إي بيير سون دو فوجيمو إل سو رسومبل بوكو ميم طاي ميم كوربيلونس مي أن ألي شوفو بلون ألوغ كو بيير ألي شوفو شاتان في حين أن بيير عنده شعر كاستينائي إذا هنا نطرح السؤال كيسكو دي جيمو ماذا عن التوأم كما نقول كيسكو دي جيمو ماذا عن التوأم دو فغي جيمو ماذا عن دو فغي جيمو دو فوجيمو إذن عندما نتكلم عن دو فوجيمو إذن ممكن أننا نتحدث أيضا عن دو فغي جيمو إذن فغي جيمو إذن كما نتكلم عن توأم حقيقي فوجيمو كما نتكلم عن توأم يعني غير حقيقي إل سوغسون بلونو هل يتشابه أم لا هنا طبعا نتكلم عن الشخصين هل يتشابهان أم لا إل سوغسون بلونو إذن هنا نتحدث عن كيسكو دي جيمو ماذا عن التوأم المقصود ما هو تعريف كلمة توأم دو فغي جيمو وما هو تعريف معنى فغي جيمو دو فوجيمو وما هو تعريف دو فوجيمو Ils se ressemblent ou non? Ils se ressemblent ou non? عندما نتكلم عن vrai jumeau ou bien faux jumeau, est-ce qu'ils se ressemblent ou non? هل الطفلان مثلا أو الشخصان يتشابهان أم لا؟ في الحالتين طبعا في حالة vrai jumeau وفي حالة faux jumeau. ثم ننتقل إلى est-ce que Anne et Pierre se ressemblent? إذن في المثال الذي ذكرنا est-ce que Anne et Pierre se ressemblent? هل أن وبيير يتشابهان؟ كونتيل دو سامبلابل دو ديفيرون إذن ماذا عندهم من المتشابه ومن الاختلاف؟ إذن طبعا تكلمنا عن أن وبيير ورأينا بأنهم يتشابهان في أمور إذن كونتيل دو سامبلابل ورأينا أيضا بأنهم يختلفان في معطيات أخرى كونتيل دو ديفيرون ماذا هناك من اختلاف بمعنى آخر إذن جوابا عن كل هذه الأسئلة دي جيمو إذن التوأم أو كما عندنا هنا التوائم سون دو زونفون هما طفلان ني لو ميم جور يعني مولودان نفس النهار لا ميم أني في نفس السنة دون ميم مير دون ميم مير من نفس الأم دان ميم بير من نفس الأب لي فغي جيمو سون إيدونتيك إذن عندما نتكلم عن التوأم الحقيقي لي فغي جيمو
سانيدانتيك يعني أنهما متشابهين أو كما نقول هنا متطابقين. إلي سوفون امبوسيبل دو لي ديستينغي وهو غالبا امبوسيبل غير ممكن دو لي ديستينغي أن تميزهما يعني أنه من الصعب بمعنى آخر التمييز بينهما يعني أنه من الصعب التمييز بين التوأم. إلي سوفون وهو في الغالب امبوسيبل غير ممكن عندنا هنا المقصود أنه من الصعب دو لي ديستينغي لا دو لوتر دو لي ديستينغي لا دو لوتر تمييزهما الواحد من الآخر تمييزهما الواحد من الآخر يعني أنه من الصعب التمييز بينهما بين الواحد والآخر. لفوجيمو إذن عكس لفوجيمو سوغسومبل يعني أنهما يتشابهان مي إنهم با توجور لو ميم فيزيك ولكنهما ليس لهم دائما نفس الجسم مي ولكن إنهم با توجور لو ميم فيزيك ليس لهم دائما نفس الجسم. Et on peut, ويمكننا, عندنا لغة pouvoir, et on peut, يعني يمكننا, facilement, بسهولة, les identifier, يعني تمييزهما, ويمكننا بسهولة التمييز بينهما. Anne et Pierre se ressemblent beaucoup, يعني Anne et Pierre, أنهم يتشابهان كثيرا. Anne et Pierre se ressemblent beaucoup. Ils ont la même taille, عندهم نفس القامة, La même corpulence, نفس البدانة, mais Anne a les cheveux blancs, ولكن Anne عندها شعر أشقر, alors que Pierre a les cheveux châtains. في حين أن Pierre عنده شعر كستنائي. نعود إلى النص الذي رأينا فيما سبق. La ressemblance et la différence. قلنا فيما سبق, Madame et Monsieur Poussid adoraient faire de la bicyclette. Lorsqu'ils sortaient, Il s'habillait de la même tenue spéciale. Un gilet noir et des culottes blanches à fermeture éclair. Cependant, elle n'avait pas la même corpulence. Alors que M. Poussid était aussi mince qu'un jockey, sa femme était grosse et épanouie. Ils étaient heureux comme des poissons dans l'eau. Je comprends, je comprends, relève les ressemblances et les différences entre deux personnages décrits dans le texte. Relève les ressemblances et استخرج التشابه كما نقول هنا التشابهات et les différences والاختلافات entre les deux personnages بين الشخصيتين décrits dans le texte. استخرج التشابهات والاختلافات بين الشخصيتين décrits الموصوفين طبعا نتكلم على الفيرب ديكريغ يعني انك تصف ديكريغ يعني انك تصف ومنها لا ديسكريبسيون ومنها لا ديسكريبسيون يعني الوصف هنا نتكلم على لي دو بيرسوناج ديكري يعني الشخصيتين ديكري يعني الموصوفتين دون لو تيكست في النص اذا طبعا راينا في النص شخصيتين اللي هما مدام اي مسيو بوسيد إذن هناك تشابهات وهناك اختلافات بينهما أيضا إذن نستخرج العناصر المتشابهة بينهما التي تجمع بينهما ثم نستخرج العناصر التي تفرق بينهما فيما يخص les ressemblances يعني التشابهات إذن سنأخذ مسيو بوسيد على حدة ثم مدام بوسيد على حدة فيما يخص مسيو بوسيد il adore faire de la bicyclette Madame Poussid, elle adore faire de la bicyclette. إذن هي أيضا تحب القيام بالدراجة. إذن هناك تشابه بين الشخصين. Monsieur Poussid, il adore faire de la bicyclette. Madame Poussid, elle adore faire de la bicyclette. إذن نفس الشيء. ثم Monsieur Poussid, il porte un gilet noir. هو يحمل سترة سوداء ثم une culotte blanche. ثم يحمل سروال قصير أبيض أفيرميتور إكلير مزود بسلسلة ثم فيما يخص مدام بوسيد إل بورت أن جيلو نوار لوي أوسي بورت أن جيلو نوار هي أيضا تحمل سترة سوداء أون كيلوت بلونش ثم تحمل سروال قصير أبيض أفيرميتور إكلير
إذا طبعا نتكلم هنا عن لي غوسومبلونس، هما يحملان كما نقول سروالين يعني أبيضين مزودين بسلسلة. ثم فيما يخص مسيو بوسيد إلي أوغو كوم أن بواسون دون لو، إذا هو سعيد مثل سمكة في الماء. ثم فيما يخص مدام بوسيد إلي أوغوز كوم أن بواسون دون لو، إذا هي سعيدة مثل سمكة في الماء. نأتي الآن إلى لي ديفيرونس يعني الاختلافات. مسيو بوسيد إلي مانس، إذا سيد بوسيد أنه رقيق. مدام بوسيد إلي غروس إي إبانوي، إذا السيدة بوسيد أنها ضخمة أو أنها بادينة بمعنى آخر إي إبانوي وأنها قوية. إذا هذا فيما يخص عناصر التشابه وعناصر الاختلاف بين الشخصيتين اللي هما مسيو إي مدام بوسيد. ثم نأتي إلى السؤال الثاني، سولين لي زيكسبرسيون كيانديك لا غوسومبلونس. إذا سولين لي زيكسبرسيون، إذا سطر على العبارات كيانديك التي تشير إلى أو التي تعبر على أو التي تدل على، كيانديك لا غوسومبلونس التي تدل على التشابه. طبعا العبارات التي تدل على التشابه في النص مسيو إي مدام بوسيد أدوري فير دو لا بيسيكليت، إذا مسيو إي مدام بوسيد أدوري فير دو لا بيسيكليت، إذا السيد والسيدة بوسيد يحبان فعل الدراجة، المقصود أنما يحبان ركوب الدراجة، إذا هما الإثنان يحبان هذا الأمر، إذا هناك تشابه بينهما في هذه النقطة، إذا نسطر على مسيو إي مدام بوسيد أدوري فير دو لا بيسيكليت. لورسكيل سورتي، إذا عندما يخرجان إلسابيي دو لا ميم توني سبيسيال، يعني أنهما يلبسان نفس اللباس الخاص، إذا هناك تشابه أيضا في هذه النقطة. إلسابيي دو لا ميم توني سبيسيال، إذا نسطر على هذه العبارة. ثم أن جيلي نواغ إي دي كيلوت بلونش أ فيرميتور إكلير، أن جيلي نواغ إي دي كيلوت بلونش أ فيرميتور إكلير، إذا نتكلم عن سترة سوداء ثم سراويل قصيرة بيضاء مزودة بسلسلة. طبعا هذه العبارة تشرح العبارة التي قبلها وهي أيضا تدل على التشابه. ثم سوبوندون إل نافي با لا ميم كوربيلونس ألوغ كو مسيو بوسيد إيتي مانس كان جوكي سا فام إيتي غروس إي إبانوي، إذا هنا نتحدث عن الإختلاف طبعا لا نسطر على هذه العبارات. ثم Ils étaient heureux comme deux poissons dans l'eau. إذا هذه العبارة تدل على أوجه التطابق بينهما. Ils étaient heureux comme deux poissons dans l'eau. يعني أنهما كانا سعيدين مثل سمكتين في الماء. إذا طبعا هنا تشابه بينهما. إذا نسطر على هذه العبارة. ثم في السؤال الثالث، سيت دوتر إكسبرسيون دو لا روسومبلونس كو تو كوني. Cite d'autres expressions de la ressemblance que tu connais. كما نقول اذكر تشابهات أخرى que tu connais التي أنت تعرف. عندنا لو فيرب سيتي يعني أنك تذكر شيئا. D'autres expressions de la ressemblance que tu connais. Que tu connais. عندنا لو فيرب connaître يعني فعل عرفة. ومنها la connaissance يعني المعرفة. إذا هنا اذكر عبارات أخرى تدل على التشابه. تدل على نقاط تشابه كو تو كوني التي تعرف، التي تعرفها طبعا. طبعا هنا المقصود أن نذكر عبارات وكلمات ومصطلحات بمجرد أنك تسمعها تفهم بأنه المقصود منها التشابه، فلنتذكر كلمات من هذا النوع. طبعا في استعمالاتنا اليومية هناك مجموعة كلمات تدل على التشابه، هناك أسماء، هناك أوصاف، هناك أفعال. فيما يخص الأسماء لأنه ممكن أننا نذكر مثلا أن سوزي. سوزي المقصود بها بيرسون كي اون غوسومبلونس بارفيت افيك اون اوتر، إذا نتكلم عن شخص له تشابه بارفيت يعني مطابق افيك اون اوتر مع آخر. إذا نتكلم عن الشخص الذي يشبه لشخص آخر مثلا نسميه سوزي. Personne qui a une ressemblance
بارفيت افيك اون اوتر. اذا نتكلم عن شخص له تشابه مطابق لاخر. اذا هذا الشخص الذي يشبه لاخر نسميه سوزي. ثم في الاستعمالات اليوميه نتكلم عن اون كوبي، اذا نتكلم عن نسخه او نقول اون كوبي كونفورم، اون كوبي كونفورم، اون كوبي كونفورم. اذا نتكلم عن نسخه مطابقه. اذا نتكلم عن شيء يشبه لشيء اخر. ثم ادجكتيف، اذا فيما يخص ليزادجكتيف، فيما يخص الاوصاف، نقول مثلا ميم، ميم بيرسون، نفس الشخص. ميم تعني نفس، المقصود اننا نتكلم عن تشابه هنا، باغاي، مشابه كما نقول، ايدونتيك، ايدونتيك، كما نقول مطابق، سامبلابل، سيميلير، اذا كما نقول مشابه ايضا. فيما يخص الفيرب الافعال، نتكلم عن غوسومبلي ا، يشبه لي، غوسومبلي ا، يشبه لي. اذا نتكلم عن التشابه هنا، اتر باغاي، ان يكون مشابها، اتر باغاي، ان يكون مشابها، اتر ايدونتيك، اتر سامبلابل، او مشابه ايضا. اذا نتكلم عن افعال تدل على التشابه، وعموما نتكلم هنا عن ادوات تستعمل للتعبير عن التشابه. ثم عندنا في السؤال الرابع، اونتور ليكسبرسيون كي انديك لا ديفيرونس، دور على العباره التي تدل على الاختلاف. اونتور ليكسبرسيون كي انديك لا ديفيرونس، دور على العباره التي تدل على الاختلاف. اون كونيتو دوتر، هل تعرف منها اخرى؟ اون كونيتو دوتر، هل تعرف منها اخرى؟ لها نفس الغايه. طبعا عودة الى النص، ذكرنا قبل قليل سوبوندون il n'avait pas la même corpulence، لكن ليس لهم نفس البدانة. سوبوندون il n'avait pas la même corpulence، alors que monsieur Poussid était aussi mince qu'un jockey، sa femme était grosse et épanouie. اذا نتكلم هنا عن اوجه الاختلاف. autre expression qui marque la différence، عبارة اخرى تدل على الاختلاف. إذن بنفس الطريقة هناك أسماء نتكلم عن difference يعني اختلاف، distinction تمييز، نتكلم عن الverb distinguer يعني أنك تميز بين هذا وهذا، المقصود أنك تفرق بين هذا وهذا لأنهم غير متشابهين. إذن نتكلم عن distinction يعني التمييز. ثم هناك adjective نتكلم عن الأوصاف أو النعوت، نقول different يعني مختلف، نقول هذا مختلف عن الآخر، different. في المؤنث نقول ديفيرونت يعني مختلفة. إذا هذا الوصف هذا يدل على أن هذا الشيء أو أن هذا الشخص أنه مختلف عن الآخر. نتكلم عن أوتر، أوتر يعني الآخر. عندما نقول هذا ونقول أوتر، أوتر يعني المقصود الآخر غير هذا. ثم نتكلم عن ديستانك، ديستانك المقصود أنه مميز، ليس لأنه أحسن من الآخر ولكنه يتميز باختلافات عن الآخر، هذا هو المقصود ديستانك. ثم هناك الأفعال la verbe être différent، أن تكون مختلفا. عندما أقول je suis différent يعني أنا مختلف. أيضا هناك مثلا se différencier de، se différencier de، ثم se distinguer، se différencier de يعني يختلف عن. عندما أقول monsieur Poussid se différencie de sa femme، أن السيد بوسيد يختلف عن زوجته كليتريمانس بأنه رقيق، بأنه نحيف. إذا نتكلم عن الفيرب سو ديفيرونسيي دو، ثم سو ديستانغي دو، سو ديستانغي دو، يمكننا تمييزه عن الآخر ب كونه مثلا عنده شعر أشقر أو عنده شعر كاستنائي إلى آخره. إذا نتكلم عن الفيرب سو ديستانغي دو يعني أنه يميز كما نقول ب. نستكمل في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.